كل لتر من البنزين اللي كيتحرق في طوموبيله خصنا نعرفوا بانه راه ينتج لنا ديال التلوث 2.28 كيلو ديال ثاني اكسيد الكربون. اما الا كان مازوت راه كل اترو ديال المازوت كيتحرق في طوموبيله ولا في كاميو ولا في طوبيس راه تينتج لنا 2.67 كيلو ديال ثاني اكسيد الكربون. وعرفنا بانه المغرب يعني في السنه تيستهلك تقريبا 7,200,000 طن ديال المحروقات، راه معناه انه كهذه الكميه كتنتج لنا في السنه 16 مليار كيلو ديال ثاني اكسيد الكربون اللي كتسمم المدن المغربيه وكتهدد الصحه العامه وكتهدد يعني القصبه الهوائيه ديال الملايين ديال المغاربه، بدليل المعاناه ديال الالاف المغاربه من مرض الرب والحساسيه والضيقه الى اخره. هنا من هنا كنفهموا علاش يعني هاد الشركات ديال المحروقات في العالم كله مستهدفه من طرف يعني المراقبين ومستهدفه من طرف الحمايات ديال البيئه. ومن هنا ايضا نفهم علاش هاد الشركات ديال المحروقات في العالم كله كدير خطوات مضاده من جهه لوقفها التحرشات ومن جهه تخصص جزءا مهما من ارباحها للمساهمه في المجهود العمومي للحد من مخاطر التلوث عبر المساهمه في التشجير الكبير او اعداد المنتزهات الواسعه او المساهمه في التمويل ديال البحث العلمي للحد من التلوث او تجهيز وبناء المستشفيات خاصه الاجنحه اللي عندها علاقه بهذا الشيء ديال الامراض الصدريه والامراض التنفسيه. في هذا السياق تنفهموا واحد البلاغ ولا واحد الموقف اللي قداته واحد الشركه عالميه في المغرب سميتها فيفو انرجي اللي عندها يعني لا ليسونس ديال لا مارك شيل ديال المحروقات في المغرب. يعني هذه يومين او ثلاث ايام دارت واحد العمليه ديال زرع 3000 شجره في الجهه ديال الدار البيضاء سطات. الوهله الاولى الانسان قد تبدو له هذه العمليه يعني نبيله ويصفق لها، لكن لما نتحقق اكثر ونتعمق في الموضوع يعني تنتصب امام المرء واحد المجموعه من البياضات واحد المجموعه من الاسئله الحارقه على هاد لاكسيون اللي دارت فيفو انرجي في الجهه ديال الدار البيضاء سطات. علاش؟ حيت اولا هاد الجهه المساحه ديالها 20,000 كيلومتر مربع، ولا قسمنا ديك 20,000 كيلومتر مربع على 3000 شجره كتعطينا شجره واحده في واحد المساحه ديال 7 كيلومتر مربع. يعني بحال زدينا شجره زرعناها في البرنوصي وضربناها 7 كيلومتر حتى للروش نوار درنا شجره ومشينا حتى لسيدي عثمان 7 كيلومتر وحطينا شجره، او درنا حساب بالهكتار المساحه ديال جهه الدار البيضاء سطات هي 2 مليون ديال الهكتار تقريبا. يعني وقسمنا ديك 3000 شجره راه يلاه كتعطينا شجره في 670 هكتار، يعني لو ان ديزيام ديال المساحه ديال مدينه الرباط. تخيلوا معي شدينا عشور ديال مساحات مدينه الرباط ودرتي فيها شجره واحده، وكنجي انا كشركه عالميه تنقول لك راني اساهم في عمليه ديال التشجير. يعني هذه العمليه فيها شويه ديال احتقار الذكاء ديال المغاربه واستبلاد يعني الراي العام المغربي. علاش؟ حيت هاد فيفو انرجي بحدها تحتكر حصه الاسد في سوق المحروقات في المغرب، وهي بحدها كتبيع تقريبا يعني ما بين 15 حتى 17% من الحجم اللي قلنا قبيله ديال ما يروج من سوق المحروقات في المغرب. يعني تقريبا كتبيع حوالي واحد المليار و200 مليون ديال اللتر في السنه، اي ما يعادل 1,2 مليون طن يعني ديال المحروقات في السنه. وهذه الكميه ديالها ديال فيفو انرجي اللي كتبيع راها تقريبا بحدها راه كتنتج لنا واحد 2 مليار و700 مليون ديال الكيلو ديال ثاني اكسيد الكربون. وبالتالي يعني هاد الشركه ديال فيفو انرجي اذا ارادت فعلا ان تكفر عن التبعات السلبيه لما تنتجه المحروقات من تلوث ومن ثاني اكسيد الكربون كان اولى من هذاك 1,200,000 طن اللي كتنتج المحروقات تقولوا دي كل طن غنخرج منه شجره في العام. بمعنى يعني فيفو انرجي انا كنتبرع للمجتمع المغربي وعلى الدوله المغربيه في العام ب1,200,000 شجره. علاش؟ من جهه ليس فقط للتكفير على هاد التبعات السلبيه ديال الملوثات، بل لاحراج الشركات الاخرى ديال المحروقات. عندنا 12 شركه ديال المحروقات في المغرب للحد بمثلها، وان تقوم ايضا بنفس العمليه. وبالتالي بما اننا كننتجوا واحد 7,200,000 طن، اذا راه الشركات ديال المحروقات في المغرب غادا تعطينا هي في العام 7,200,000 شجره. هذا من جهه ثالثه ستحرج حتى الشركات الاخرى
في الميادين الملوثه في القطاعات الاقتصاديه البارزه ديال التلويث، بحال الاسمنت، بحال المناجم، بحال الشركات الكبرى اللي كتلوث الهواء. اما نجي ونبيع القرض ونضحك على من شراه، فهذه العمليه هذه يعني عار انه في القرن 2021 في القرن 21 تجي شركه عالميه وتمارسها في واضحه النهار على 33 مليون مغربي.